سلام للعبسيم ربح من والدي عم الولد عم سلام للعبسي وربع من والدي عم الولد عم سلام للعبسي وربع من والدي عم الولد عم أبقى ما بقى ما بقى ما بقى يبديك يا مرحبا الله يبقيكم مساكم الله بالخير مساك الله بالنور يلا حيهم مبروكين ما سويتم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله خير البرية وهادي البشرية السراج المنير والبشير النذير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم الأفراح وأن يجنبنا وإياكم الأتراح وأسأل الله أن يجعل الأفراح دائمة وأن يجعل السعادة قائمة وأن يجعل الفتنة عنا وعنكم نائمة الحقيقة جانا دعوة كريمة منك يا أخونا وزميلنا وشاعرنا وأحد أعلام بني شهر شاعر علي بن سالم العبسي جينا ووصلنا لهذا المكان من قبائل جبل ثربان تقدير ما عليكم زود تقدير لصاحب الشان ولو هي على شفوف كان وصلنا ولوف ولكن تلافيا للمزاحمة وتقديرا واحتراما للمناسبة قدموني بالكلام وهم أطلق مني وأكفى مني وأبلغ مني وأفصح مني ولكني أخدمهم وسيفا يخدم سيوف جتنا دعوتك يا علي ولا لقينا عذر معنا الشاعر علوي الثرباني والشاعر سعيد الثرباني والشيخ محمد بن حمدان والشيخ محمد بن رشيد والشيخ سلطان بن معدي ولا يهنون الجميع اللي معي فالله يعطيهم العافية حضروا تقديرا لي ولك يا أبو سالم على وجه الخصوص حضرنا معنا عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى حضرنا بمبلغ وقدره 13,000 ريال أن هي كثيرة تستاهل يا أبو سالم وأن هي قليلة بتسمنها الغلا والمحبة والتقدير اللي لك في قلوبنا هذا العلم الأول وبعد تحملونا عندي قصيدة يا لا 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 في بادي الأعلام بسم الله الرحمن أتعود من إبليس وأبرى من الشيطان وقفت في موقف مجمل وشاني شان ونوب عن ربعي
قبايا الجبل ثربانا جينا نلبي دعوة الشاعر الجزل الوافي المحسوب والفارس البطل يا العابس يلي لك في قلوبنا محل يا العابس يلي لك في قلوبنا محل الله زرع لك عندنا الحب والقدر واجب علينا واجب نشارك فرحتك ما لنا عذر واجب علينا وانت شاعر بني شهر لولا غلاك وحشمتك يا الزميل العبسي ما كان جوك وشرفك أثر بنا لا 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 يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حي الله ربعنا وابن عمومتنا وانسابنا حي الله الثربان الله يحييكم ترحيب المطر والسيل مرحبا بكم باسم ربعي واسم عبس كافة الله يحييكم حياكم الله انتم وافين ومبداكم وافي ومدتكم جزله الله يحييكم الله يبقيكم يعطيكم العافيه ويديم علينا وعليكم الافراح وتفضل يا ابو سالم يلا حيهم مرحبا مرحبا الله يسلمكم الله يجزيكم مرحبا مرحبا الله يحييكم الله يحييكم مرحبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه